تبادلنا مع إخوتنا في غردايا كان هناك الكثير من نقاط التقاطع اللي جبناها في برنامجنا الرئاسي رؤية، ومع آمال وتطلعات ناس غردايا. ثانيا نلتزم إن شاء الله إن وصلنا إلى سدة الحكم بإجراء إصلاحات جوهرية يمكن أن تمس سكان هذه الولاية وتحسن من ظروف معيشتهم، من بينها إعادة الاعتبار وإعادة تأهيل القصور السبعة للولاية والتكفل بها، خاصة من جانب الميزانيات والإمكانيات اللي تمدها الدولة. اليوم تراثنا احنا في برنامجنا الرئاسي رؤية نلتزم بالحفاظ على تراثنا تطويره، ونلتزم للتأسيس لإشعاع ثقافي يأخذ بعين الاعتبار آمالنا وطموحنا للانفتاح على العالم، مع تشبثنا بقيمنا الوطنية، تشبثنا بحضارتنا، تشبثنا بتقاليدنا وعاداتنا. ولعل أحسن مثال على هذا التشبث وعلى هذا التعايش بين المعاصرة والحداثية نجده اليوم في غردايا، التي تمزج بثقافتها بتمسكها بتقاليدها وثقافتها مع تفتحها للعصر. نريد من ولاية غردايا نريد أن نؤكد التزامنا للحفاظ على تراثنا وعلى تقاليدنا. لذا سوف نؤسس، وهذه نقطة من نقاط برنامجنا الرئاسي رؤية، سوف نؤسس لمنظومة يمكن أن تحافظ على ثقافتنا وعلى تراثنا وتساهم في استرجاعه من البلدان، يعني اللي كانت خاصة فرنسا الاستعمارية. كما نلتزم بترقية الاقتصاد المحلي لهذه المنطقة، خاصة الحرف والصناعة التقليدية، وهذا بإنشاء صندوق وطني لتشجيع الحرف والصناعات التقليدية، أخذين بعين الاعتبار خصوصية هذه المنطقة وخصوصية كل مناطق الوطن إن شاء الله.